بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الاستادي بلان بتاعت الكورس الاكثر طلبا بعد ليفل رقم واحد من دبلومه البنيه التحتيه الانفراستراكشر ويت اند دراي يوتيليتيز اللي كنا اتكلمنا فيها في الليفل واحد عن مقدمه يعني ايه البنيه التحتيه، وتخصصنا فيها في الجزء الشبكات اتكلمنا فيها باستفاضه. النهارده راجعين بليفل 2 وهو كورس محطات رفع الصرف الصحي اللي هي سيوج بامب ستيشن. الكورس عندنا عباره عن 8 سيشنز. السيشن رقم واحد هي عباره عن انترو، هنتكلم فيها عن التعريفات او اهم التعريفات الخاصه بمحطات الرفع كان جنرال، وهنتعرف ايه انواع محطات الرفع سواء كانت محطات رفع صرف صحي، محطات رفع ري صناعي، ميه شرب محلاه او منقاه، وهنتكلم بالتفصيل عن مكونات محطه رفع الصرف الصحي بصفه خاصه ومحطات الرفع بصفه عامه. السيشن رقم 2 اللي هي عنوانها ريدنج سكتشز، هنتكلم فيها بوجه خصوص عن اهم اللوحات او اللوحات الاساسيه اللي المفروض تكون موجوده مع حضرتك وانت شغال في اي مشروع محطه رفع، وبالذات محطات رفع السيوج اللي هي الصرف الصحي، سواء كانت لوحات الموقع العام اللي احنا بنسميها جنرال لاي اوت، اللوحات المعماريه، اللوحات الانشائيه، لوحات الكهرباء، لوحات الميكانيكا، ولوحات الكومبوزيت اللي احنا بنتعامل فيها مع اكتر من كومبوننت مع بعض، وبالتالي هنتعرف على اللوحات واشكالها وايه المعلومات اللي بتطلع منها. برضه في السيشن رقم 2 ان شاء الله هنتكلم على البي او كيو اللي هي البيل اوف كوانتيتي، جداول الكميات، وهنتعرف على منطوق البنود بالتفصيل، وهنشوف ايه هي البنود الجديده وايه المعلومات اللي بقدر اطلع منها من جداول الكميات، وبقدر اكمل الرسومات منها ازاي، وازاي اقدر اطلع لستة الماتيريال اللي المفروض هتعامل معاها او هعمل لها اعتماد عندي في المشروع. السيشن رقم 3 اللي هو عنوانها اورينتيشن اوف بامبس، اللي هي توجيه اللوحات معنى صح، وده بالنسبه لي لوحه فيصليه، لان اللوحه دي هنتكلم او السيشن دي هنتكلم فيها بالتفصيل عن نقطه خطيره جدا بتفوت او معظم المهندسين اللي شغالين في التنفيذ في المجال بتاعنا بعيدين عنها، لان زي معظم الناس ما هي عارفه او معظم الناس عندها فكره ان بالذات مشاريع المحطات ايا كان نوعها، سواء محطات رفع او محطات معالجه او محطات تنقيه، هي مرتبطه ارتباط وثيق في التنفيذ بعلوم المساحه. يعني لازم يكون عندي كل مكان او كل منشا داخل المحطه واخد احداثياته وتوجيهه صح، فهنعرف ايه هو في ايه هو الفرق ما بين اللوحه العامه واللوحه الموجهه، ازاي اقدر اعمل توجيه للوحه عامه بالطرق الصح الهندسيه، ازاي اقدر اطلع الاحداثيات، ازاي اقدر اتعامل مع برنامج السوكا لينك واطلع منه الداتا اللي انا محتاجها، او استورد منه الداتا اللي انا عاوزها، او ادخل له الداتا اللي انا هقدر اتعامل معاها واعالجها جواه، يعني ايه الاثبات وامتى بلجا ليها وليه بنلجا ليها، ايه هي ملفات الاس دي ار وازاي بطلع منها الداتا اللي انا محتاجها برضه، ايه هي الزيروز او الاصفار بتاعه المشروع، وهنفرق ما بين اربع حاجات مهمين، يعني ايه روبير، يعني ايه نقطه احداثيات او نقطه مثلثات، يعني ايه صفر الجسه، ويعني ايه الصفر المعماري. السيشن رقم 4 هنتكلم فيها عن اهم التقارير اللي بتساعدني وانا قبل ما ابدا المشروع او اثناء المشروع، واهمها تقارير التربه اللي هي اللي بتطلع لي من تقارير الجسات اللي احنا بنسميها البور هول، وهنعرف ايه الفرق ما بين انواع الجسات المختلفه، سواء كانت جسه استرشاديه او جسه تاكيديه او جسه استكشافيه. هنطلع منها المعلومات المهمه زي البيرنج كاباسيتي، وهنجيب نموذج ان شاء الله لتقرير جسه في ضوء الكود المصري، ايه هي اشتراطات الجسات، ايه هي المسافات القياسيه ما بين الجسات، العمق الطبيعي ليها في المحطات ازاي باخده، ازاي بطلع منسوب المياه الجوفيه، ايه الاحتياطات اللي المفروض اتعامل معاها، وايه هي المعلومات المفروض ابص ليها في تقرير الجسه، يعني ايه عدوانيه التربه وازاي بتعامل معاها، وامتى اقول التربه دي ماشي عدوانيه او عدوانيه او شريط العدوانيه،
منسوب مياه جوفيه، وازاي بقدر اتعامل معاها اتحكم فيها زي ما بنسميها بالطريقه الهندسيه جراوند ووتر تيبل كنترول، ازاي اقدر اتحكم فيه، وهي طرق النسح المختلفه الديوترنج سيستمز المختلفه ما بين النسح السطحي والنسح العميق الديب، وانواع مختلفه سواء كانت ابار عميقه او نسح ابري. بعد كده هنخش على الكونستراكشن في السيشن رقم 5، وهنتكلم عن التفصيل بالتفصيل ان شاء الله عن العناصر الجديده اللي معظمنا ما شافهاش قبل كده، ازاي بقدر اصمم او ازاي بقدر انفذ بطريقه سليمه وصحيحه وترتيب سليم البياره بتاعه المحطه او عنبر الطرمبات، وازاي اقدر انفذ المباني الملحقه بانواعها سواء كان ادمنستريشن بيلدينج اللي هو المبنى الاداري او المساجد او في مسجد او غرفه الحارس او السور او مبنى الخزان الوقود او مبنى المطرقه المائيه او غرفه المحابس او غرفه قياس التصرف او غرفه المدخل، ايا كان منشا داخل سور المحطه هنعرف ازاي بنتعامل معاه. السيشن رقم 6 وانا مديه عنوان كبير اسمه سيفل تكنيكال اوفيس، ده هنشوف مهندس المكتب الفني الخاص بالمحطه لو هو شغال في مشروع محطه رفع ايه اهم المعلومات اللي بيقدر يتعامل معاها المشروع فيها، من اول الماتيريال سبميتال ازاي بيقدر يطلع الماتيريال ويعتمدها لي عشان مهندس الجوده يبدا يتعامل معاها ويستلمها ويستلمها الاستشاري، ازاي يطلع الميشن اوف ستيتمنت بتاعت اي عنصر داخل المشروع وايه الطريقه السليمه بتاعته، ازاي يقدر يعمل حصر كميات سواء كان حصر كميات للمطالبه بالكميات او لانه يعمل مستخلص لعميل او مستخلص مقاول باطن. الاستشاره رقم 7 و8 هنختار فيهم مشكله من المشاكل الجديده اللي ممكن ما قابلتش حد فينا، وهو اختار ده موضوع اسمه الكبلر، هنعرف يعني هو الكبلر وانواعه وازاي بننفذه وامتى بحطه وايه الطرق بتاعته السليمه للتنفيذ وازاي بختبره وازاي بقدر اعمل ليه كل الاشياء اللي انا عاوزها. طبعا الكورس ده من الكورسات اللي طلبت مننا اكتر من مره، وان شاء الله هنحاول نغطي فيها جزء كبير، وبالذات في محاضرات كده انا مديها لون مختلف، بالذات المحاضرات اللي هي باللون البرتقالي دي محاضرات مهمه جدا. طبعا السيشن رقم 5 دي كونستراكشن ستيبس هي مش تبقى محاضره واحده، ممكن تبقى على 2 باتس او 3 باتس، لان هتكلم فيها عن التنفيذ والتشطيبات وانواع التشطيبات وبتعامل معاها ازاي برضو مش انشاء بس، والحديد والسيكونس التنفيذ والداتا ان شاء الله اللي احنا محتاجينها في الكورس بتاعنا.